Ok, ça va. Je crois que c'est possible. Ouais. Il faut demander à chaque fois. Ils sont pas au même étage. Eh bien, apparemment, non. Alors, c'est les socles. Sinon, c'est tous les chambres, la socle qui fait les socles. كل يوم كذا ما في كهرباء كل يوم علاش فيش كل يوم يعني في الكهرباء بتقطع يوميا بشكل دائم بس بكون في مطور بشغال بيشتغل فالمطور اللي هو فيه بنزين ما خربط صارت المهم ما اشتغلش حينعمل ان شاء الله حيشتغل الايام يعني الليله ممكن يشتغل الايام انا عارف وان شاء الله يعني ايش على راس الجامعه على سبك مني بنولع الشمعة طبعا مش راضي تولع لانه في هواء ضربوا المحطة الكهرباء لا ضربوها اما قبل سنتين يعني من سنتين كده ضربوها يعني من سنتين كل شوية ما في كهرباء انه السبب برضو بكون انه الكهرباء مش معا ما بدخلوش اللي هو الكاز تاع المطور عارف الكاز تاع المطور بدخلناش اياه الوقود البرديل من سنتين كده من اول بدا الحصار ضربوا الكهرباء وبطلوا دخلوا وقود يعني كل يوم كده ولا كل يوم كده كهرباء قاطعة طبعا المعابر مسكرة والبنزين طبعا بخش على المعابر وان شاء الله بصير حلو بيفتحوا المعابر بدخلوا اللي هو الوقود للكهرباء هذه هي المشكلة اللي كسروا كلهم ليش؟ لانه في صار ورا الاوتيل في قصف ضرب صواريخ ففي اللي هو الشبيك اتكسرت مع القصف أيوة شوف احكي لي عن الحياة هنا في غزة صعب. تحت الحصار أيوة صعب. والله الحياة صعبة كتير يعني وبنعاني في كل يوم بالضبط معاناة يومية زي ما يعني بنعاني من أمور كتيرة الكهرباء والغاز والمية زي ما أنت شايف يعني الكهرباء مش جاية لحتى الآن أيوة بالضبط الله أعلم وقت ايش بتيجي يعني هذه أمور خارجة يعني مش عارفين إحنا ايش نسوي فيها يعني فالحياة يعني بدنا نمشيها حنتم يعني لازم نكون صامدين يعني لازم فيش امكانية هذا الصمود في اهل غزة يعني موجود من زمان يعني هو الاسرائيليين طبعا عشان في هوا نحن مقضين حياتنا يعني تقريبا ما فيش اماكن نروح يعني عليها بالضبط غير يعني اصحاب نقابل صاحبي كذا صاحبي يجي عندي وهو كذلك يعني وعندنا المشاكل الأساسية كتير احنا بنعاني منها الشباب عنده طموح وعنده تطلعات كتيرة يعني وبيحلم انه يكون مستقبل وبيحلم انه يأسس نفسه ويبدأ حياة حلوة وحياة فيها أمان يعني او يتمتع بحريته او يسافر في الوقت اللي بده اياه في اللحظه اللي بده اياها زي باغي العالم يعني بس للاسف هذه الشغلات الشباب محروم منها كثير يعني معظم الشباب او كامل قطاع غزه محروم من انه يسافر في الوقت اللي بده اياه او يغادر البلد في الوقت اللي بده اياه كل حياتكم هنا في غزه ما خرجتوا ابدا انا خرجت برا انا درست برا فين؟ خلصت صحافة وإعلام في جامعة 6 أكتوبر فين؟ في مصر في مصر القاهرة أوكي لمدة 4 سنين هناك طبعاً بسبب إغلاق المعابر في أول سنة إلي انحرمت من إني أحضر فرح أخويا لأنه كان هنا كنت هناك أنا والمعابر مقفولة فطبعاً ما فيش إمكانية إن أنا آجي على غزة وأحضر العرس فهذه شغله برضه حساسه كتير يعني هذا بدل انه في تخطيط للحريات وانت انا خرجت برا فين على مصر برضه كمان بس مصر فسحه يعني هيك 20 يوم ورجعنا على اساس انه كانت زمان في معابر
يقدر الواحد انه يطلع برا يطش ياخذ شويه هواء يعني 20 يوم 10 ايام ويرجع وين على غزه هنا، بس بعد هيك صارت تسكر المعابر الواحد ما قدرش يطلع برا يسافر. فهان انه تحصرنا من اليهود حصرونا يعني، وما ما فيش امكانيات انه نطلع برا بالمره نهائي. والجوازات عن غزه موجوده هنا برضه ما بطلعوهاش، صعب الا من الضفه من رام الله يطلع الجوازات للناس اللي بدها تسافر، المرضى اللي بدهم دراسه يطلع دراسه على مصر او اي دوله في العالم، ما فيش الكلام هذا. طلاب بالضبط ما فيش، صعب جدا. ويعني هم بيحكموا لنا انه بدهم يفتحوا المعابر ويعني بيحكوا معابر وحيدخل لك وحنعمل لك، والله اعلم ممكن ما يخشش يعني هذا بس انه يرضي الناس الدول العالم برا انه احنا بدنا نفتح لهم بدنا نعمل لهم، بس هي شغله يعني صعب شويه ممكن يعني من جهه مصر والجهه اللي هو اسرائيليه. خايف من حاجه؟ احنا طبعا احنا كنا في خلال الحرب خايفين، الكل خايف ومرعوب يعني اكيد، لانه الفتره العشرين يوم كانوا كتير صعبين يعني، والكل كان معرض لاي للموت يعني اكيد. ولكن يعني الاعمار بيد الله، فالواحد بتوقع انه لما ينام مثلا بتيجي في باله بيخطر على باله وهو نايم انه ممكن صاروخ ينزل على البيت يدمر البيت اسرتك تموت، ايش بدك تعيش ولا بدك تحيا، يطلع الصبح النهار نشوفه ولا ما يطلعش. فبتوقع كل شيء الواحد وهو نايم في ظل الحرب اللي احنا داخلين فيها هذه اللي مضت علينا يعني، وخوف يعني مثلا ممكن يجي في بالي انه نطلع منها سالمين او لا، او اشوف صاحبه او اللي ما شفوش اللي زيه مثلا، انا بدي افكر كيف بدي اروح له ما اقدرش اصل له البيت اللي هو فيه مثلا. ف يعني صعب بتعب الواحد هيك في تفكيره، كله تفكير انه صواريخ وطخ ويهود، امتى حتفتح يعني صرنا نفكر امتى حتخلص مثلا هذه الحرب ونصير عايشين زي الناس، نروح ناكل نجيب اكل نشرب نشوف الناس حرب زي كده. فاهم؟ اذا في صوره واحده عن الحصار، صوره واحده بس زي ما تحبس العصفور الطاير في قفص صغير، بس هو حر في نفس الوقت، في نفس القفص حر، لكن برا الناس مش حر، برا القفص هذا مش حر. انا برضو بعتبر غزة سجن كبير برضو ومسكر من اربع اتجاهات، ناحية البحر طبعا ما فيش امكانية، ومعبر رفح يعني ما فيش امكانية، والناحية الثانية برضو ما فيش امكانية، يعني من الاربع اتجاهات سجن كبير يعني. طموح اي شاب، انا اي شاب من ضمن الشباب، انا زي طموح اي شاب عايش برا في كل له حريته. في كوني انا شاب بفكر في مثلا في زواج، في بيت امن، في حياه مستقره، في عمل مستقر، كاي طموح في اي شاب عايش برا. على سبيل المثال احنا اليوم احنا عايشين هنا في غزه، قطاع غزه بالتحديد، كبلد محاصر من جميع الاتجاهات، بحر، شرق، شمال، جنوب، محاصرين، اي لا يوجد اي منافذ، اي معابر، اي حاجه، كل هذا مغلق. مقابل ذلك انا كشاب باجي احاول اكون نفسي ما الاقيش اي وسيله ان انا ممكن احاول ان انا ابنيها، لكن تعال تطلع برا في الدول الثانيه، بغض النظر عن الدول الاجنبيه ولا الدول الاوروبيه، خلينا نقول الدول العربيه، كل حاجه متوفره لهم. الشاب ما بيصير عمره 20 سنه ولا 18 سنه اما بيخلص الجامعه اليونيفرسيتي تبعته، بتلاقي مكان عمله متوفر، مكون بيت، مكون اسره، مكون بتزوج، بخلف، بامن مستقبل حياته، مستقبل اولاده، بكون كل شيء موفر له. اما احنا الا احنا هنا في قطاع غزه، الشاب بصير عمره 30 سنه ولا 35 سنه بلاقيش بلا مؤاخذه لسه مش متجوز، او لسه مش مكون بيت، او لسه مش حياته مش مستقره، بقول لك الله اعلم اموت اليوم ما اموتش بكره، استشهد ما استشهدش، دخلوا اليهود، قصفوا اليهود ما قصفوش، هذا كله بسبب رعب في داخل بني ادم، فبصير بني ادم بصير حاجه من التعب النفسي او الارهاق النفسي، بصير على العكس زي بصير ممكن من كثر ما الضغط النفسي اللي احنا عايشينه بطل يفكر في اي حاجه، بصير حياته كحياه اي بني ادم غير طبيعي عايش. اقول لك اي شاب مثلا، هاي انا لي شاب مثلا صاحب واخو كمان بحاول يطلع برا يتعلم، هاي له سنه ونص مثلا مش قادر يطلع، هي راح عليه مثلا فصل كامل او سنه كامله من عمره
مقابل عشان يقدر يدرس في الجامعة، ولسه برضه بقول لك انا بدي استنى المعبر او استنى المنفذ انه يفتح عشان اطلع اكمل جامعتي. من ضمن الشاب هذا اللي قاعد برضه جنبي حابب يكمل ماجستير، هي له سنه ونص مش قادر يطلع برا عشان يكمل يكمل الجامعه تبعته. هذا كله هذا بضيع من عمري، بضيع من شبابنا، بضيع من مستقبلنا. إحنا ممكن اقول لك اذا كان في الحمد لله، يعني خلينا نقول نكذب على حالنا ونقول احنا في لي مستقبل في حياتي، انا بدي اكون رسمي في مستقبل في حياتنا، بس الحمد لله برضه الحمد لله بنقول برضه بنلاقي معوقات وبنلاقي كذا كذا طريق مسكره قدامنا، برضه بنستنى وبنصبر مقابل انه احنا بدنا نعيش، بدنا نستقر، بدنا نتعلم، بدنا نصير مثقفين، بدنا نكافح، بدنا نبني، بدنا نعمر. بني ادم انه عايش هنا، شفت انت في طريقه حكيه لما كان يحكي كان يحكي بسرعه مثلا على اساس بده يطلع الكل اللي جوا بالضبط، اللي جوا في داخله بده يطلعه. هذا جزء بسيط كمان، وهذا جزء بسيط كمان بحكي لك انه هذا جزء بسيط انه بيحكي بحكي لك اللي في داخله، يعني قلبه مليان من اللي بشوفه، قلبه مليان. كل شعب كل بني ادم هنا احنا عايشين بتلاقي مثلا عنده افكار كثيره في قلبه وداخله، ممكن بده يحكيها ما يقدرش يحكيها، تخنقه. في ممكن يروح مثلا على مستشفى يعاني من القصه هذه، انه يعني الوضع اللي احنا فيه، فاهم؟ على سبيل المثال، على سبيل المثال انا كنت كبني ادم عشت في غزه، خلصت جامعه، خلصت مثلا الثانويه العامه ودخلت الجامعه، خلصت الجامعه حاولت اني اشتغل بالشهاده اللي انا تعلمت فيها، بس ما قدرت، ما لقيتش وظيفه ان انا ممكن اشتغل في الشهاده اللي انا اخذتها. لجأت لطريقه ثانيه برضه لقيتها مسكر. كيف لقيتها مسكره؟ ان انا مثلا فتحت محل، المحل هذا بده بضاعه، هذه من تجينا احنا من برا. اليوم فيش معابر تدخل لنا بضاعه، لجأ من طريق الانفاق برضه حياتها مش مستقره. كنا ناخذ الشغله مثلا ب2 دولار، الشغله صارت تكلفنا 4 دولار. هذا كله طبعا بصير ايش؟ بصير عبء على المستهلك نفسه. هذا برضه جزء بسيط ممكن احنا عايشين، يعني خلينا نقول احنا فكرنا في مستقبلنا بس برضه لقيناه صعب جدا، ولقيناه مسكر قدامنا. كمان بنعاني من شغلات كتير، يعني في شغلات تانية كتير، يعني احنا عندنا الكهرباء لما بتيجي بنفرح كتير، يعني صار حتى الكهرباء اشي كأنها كنز، يعني من كتر ما احنا محرومين. اجت ها هي حكى لك انه اجت الكهرباء. كمان اللي عنده غاز الطهي حاليا، يعني في اللحظة هذه هنا عندنا في غزة اللي عنده نص جرة غاز كأنه عنده كنز، يعني ويعني بدي أقول لك إنه ممكن الناس تحسد على هذا الجرة أو على هذه نسبة الغاز، يعني فهذه صورة الوضع، يعني كارثة إحنا بنعيش فيها، يعني ما يعني في شغلات كتير محرومين. لو بدي أضل أحكي لساعات أو إني أعبر عن الحياة اللي بنعيشها يوميا، يعني مش هخلص، والمعاناة اللي احنا بنعيشها.